ما حكم من جامع زوجته في دبرها مرتين؟ هل يبطل عقد النكاح وهل عليه كفارة؟ عقد النكاح لا يبطل، ولكن عليه التوبة إلى الله، ولا يعود لمثل هذا الشيء، لا يعود لمثل هذا الشيء، لأن هذا كبيرة من كبائر الذنوب. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من أتى امرأته في دبرها، هذا كبيرة من كبائر الذنوب، عليه التوبة إلى الله وعدم العودة لمثل هذا الشيء. والعقد صحيح باقي. نعم.